زي دلوقتي قبل 10 شهور وتحديداً يوم 12 سبتمبر 2022 كان مارسيل كولر قاعد قدام وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدير فني جديد للنادي الأهلي اللي كان لسه خارج من موسم كارثي فشل فيه في تحقيق أي بطولة. كولر وقتها وجه رسالة للجمهور كان نصها: أنا جاي هنا عشان أساعدكم وهيكون ليكم دور كبير في نجاح التجربة. بعد 10 شهور من المؤتمر ده، كولر اللي بيقول على نفسه أنه شعره شاب من خبرته التدريبية قلب الطاولة ورد على كل الانتقادات واللي كان من بينها سيرته الذاتية. فكولر قبل الأهلي ما حققش غير 4 بطولات فقط، وده اللي خلاه يقول بعد كده أن الإنجازات اللي حققها مع الأهلي لم يسبق له أن فعلها ولا يستطيع تصديقها. البطولات اللي حققها كولر مع الأهلي واللي مش قادر يصدقها على حسب وصفه هي مسابقة الدوري اللي حسمها الأهلي خلاص، ودوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد، ده غير كاس السوبر المصري على حساب الزمالك في أكتوبر 2022، وكاس مصر على حساب بيراميدز، وكاس السوبر المصري في مايو اللي فات. ودلوقتي جمهور الأهلي بيعتبر كولر وفى بوعده لما قال أنا جاي هنا عشان أساعدكم، خاصة أنه لسه قدامه فرصة تاريخية في تحقيق السداسية خلال 2023، حل فوزه بكاس مصر والسوبر المصري والسوبر الإفريقي.